وهذا سائل يقول: ما حكم الغناء؟ هل هو حرام أم مكروه؟ الغناء حرام، لأنه من لهو، لأنه هو لهو الحديث المذكور في قوله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم فيتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. فلهو الحديث كما فسره الصحابة أو كثير من الصحابة بأنه الغناء، وجاء في صحيح البخاري عن معلقا بصيغة الجزم عن أبي مالك الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليكونن من أمتي قوم يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. والمعازف هي آلات الغناء وآلات الطرب، وقد قرنها صلى الله عليه وسلم مع الخمر ومع الزنا، الحر يعني الزنا، والحرير حرام على الرجال، فقرنوا المعازف مع هذه المحرمات يدل على أنها محرم، وقال يستحلون دل على أنها حرام. نعم.